ديال هاد السيده دارت عدى عليا انا مركي ستوب ديالي اللي غادي شي هاد الطريق ديالي وهاد السيد جا خبقني بموطور تاع درواد وعلق ما فهمت والو انايا وتشارجي عباد الله بزاف تنقول له حبس دير معايا القانون وعلق عليا ما فهمت حتى حاجه يعني واخا بالنسبه للموطور عرفتي شديت له النمره شديت له النمره وعلق ما فهمت حتى حاجه انت منين كنتي جاي؟ انا شاد جاي من هنا من الطريق ديال ولد زيد لا زيد ماركيت ستوب ماركيت انا قانوني ماركيت ستوب ديالي يعني هو جا موراك هو جاي من هاد الجهه جاي مشارجي الناس وطالع على هاد الجهه ما نعرف فين طالع وعنده ستوب شاعر احمر اصاحبي وجاي طالع ما فهمت شي حاجه اخويا حسن واخا دابا كيفاش داير الحال النفسي ديالك دابا اخويا راه الدات ديالي كامله كترعد وداري داري دارني دابا واخا توصلت مع البوليس ولا باقي؟ ما اتصلت بيه واحد السيده ما نعرف واش هي اما شويه يجي يمكن ولا باش مو باش كتحس دابا انت؟ الدار ديالي دارني ظهري والخلعه راسي دارني راسي ضايق عليا اذا مشاهدي الاعزاء كما كتشوفوا هذا المدار دائما اللي كيعرف حوادث سير كبيره على مستوى هذا المدار اليوم بعد اصطدام هذا الدراجه الناريه ثلاثيه العجلات اللي جا من هذا الطريق او من هذا الشارع هنا ما كانش الستوب ديالو كيصدم هذه السياره ديال هذا الشخص اللي كنشوفو الان حاله يرتلاه السيد الان مصدوم في انتظار حضور الامن الوطني لمعاينه هذا الحادث اذا كما كتشوفو الان دائما اللي كنبغوا على هذا المدار دائما اللي كيعرف حوادث سير كبيره خاصه الدراجات ثنائيات او ثلاثيه العجلات اذا كتشوفوا الان في انتظار حضور الامن الوطني لمعاينه هذا الحادث ديال هذا الشخص بعد صدمه من طرف احد سائقي العجلات او سائقي الدرجات ثنائيه العجلات اذا دائما كنحضروا من هذا المدار اللي كيعرف دائما المشاكل دائما كتكون حوادث مميته كتكون حوادث سير خطيره اللي كتخلف جرحى كثيرين وخاصه في هذا المدار اللي كيكون ما كتكونش ما كينتبهوش للعلامات التشويه كذلك علامات ديال كيف اذا هذا المدار المعروف هنا السير اذا في انتظار حضور الامن الوطني لمعاينة هذا الحادث السير السلام عليكم شي حضر سيدي الحادثة؟ لا ما حضرش واخا خويا هاد الناس اللي بان لان كيجيبوا هاد السرعة وكيضربوا هاد بحال هاد المشاكل كيفاش يبان لكم هاد الواقع هادو؟ بزاف ديال هاد المطار هادو هاد قلب السيد دايس لصقوا ضاربو وهارب كون عوقب بعدا شو ما قال واخا هاد الكرواز مهم هاد المدار ديما كنلقاو فيه الحوادث ديما فيها المشاكل الكرواز واش ما كاينش بوليس هنا ولا ما كيحترموش الناس؟ ضروري خصو يكون بوليس هنا ما كاين لا بوليس لا والو هنا ما كيحترموش هاد العلامة ديال التشويه؟ والو واخا تلقى تيجي واحد مزنزات إذا كما كنشوفوا الحالة النفسية ديال هذا السائق الآن الخلعة شادة نفسي لأن كاين هناك اصطدام بينه وبين أحد سائقي الدراجات الثلاثية العجلات إذا المزيد من الحضر والتريث خاصة على المدار ديال هذا إذا في انتظار حضور رجال الشرطة لمعاينة هذا الحادث على مستوى هذا المدار بين شارع المقاومة وشارع الخامس اذا المزيد من الحضر والتريث خاصة هذا المدار دائما اللي كنلقاو فيه الحوادث السير